السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله في أمر جديد من قائمة موديفاي، وهو أمر سكيل. ممكن أبدأ أجيب الأمر من قائمة موديفاي سكيل أو من التول بار الخاص بشريط موديفاي أهو، وآدي أمر سكيل، او ممكن من الكوماند لاين اس سي سكيل واقول له انتر. طب ايه امر سكيل؟ امر سكيل والله بيبدا يعمل لي تكبير او تصغير للعناصر بتاعتي. امر سكيل بيبدا يعمل تكبير او تصغير للعناصر بتاعتي. والله لو كانت القيمه بتاعتي الفاكتور بتاعي اللي انا هبدا ادخله للبرنامج اكبر من الواحد، ده بيبدا يعمل تكبير. لو القيمة بتاعة السكيل فاكتور بتاعي أقل من الواحد وأكبر من الصفر، بيبدأ يعمل لي تصغير للعنصر بتاعي. طيب إزاي أنا هبدأ؟ والله أرسم ريكتانجل كده بسيط، أدي نقطة البداية بتاعتي، وأدي أقول له والله أنا نقطة النهاية بتاعتي عند 3 و6، وأقول له انتر. بكده أنا أكون رسمت المستطيل اللي قدامي ده. طب أنا هبدأ والله أقول له اس سي انتر، اس سي سكيل انتر، بيقول لي اختار العناصر، ادي العناصر بتاعتي واقول له انتر. بيقول لي البيز بوينت بتاعتك فين، اختار اي بيز بوينت واقول له ادي البيز بوينت بتاعتي. بيقول لي طب السكيل فاكتور انت عايزه كام، انا هقول له 2 واقول له انتر. انا كنت رسم المستقل بتاعي 2 في 3. لو جيت اقيس دلوقتي بعد ما عملت سكيل فاكتور 2، هلاحظ انه البعد ده كنت عامل 3 في 6، البعد ده هيبقى 6، والبعد ده هلاحظ انه بيجي 12. تمام. يبقى اذا السكيل فاكتور بتاعي بيبدا يعمل تكبير او تصغير للعناصر بتاعتي على حسب القيمه اللي انا هدخلها له. انا هرسم ريكتانجل تاني، ادي الريكتانجل بتاعي وهقول له شيفت اد، والله انا عايزه 3 و5، وهقول له انتر. وهعمل برضه هعمل منه كوبي تاني سي او انتر. بعد كده هبدا اقول له والله اعمل لي اس سي سكيل انتر، ادي العنصر بتاعي واقول له انتر. البيز بوينت اي بيز بوينت، وهقول له البيز بوينت انا عايز اضرب العنصر بتاعي ده في 3 واقول له انتر. يبقى اذا ده العنصر بتاعي اللي انا ضربته في 3. طبعا هاخد العنصر ده واقول له اس سي انتر البيز بوينت اي بيز بوينت، وخلي جولي نص واقول له انتر. ادي العنصرين بتوعي هم جنب بعض. انا هبدا اقيس الدايمنشنز بتاعتي، والله ده بيجي 9 لان ضربت في 3، ودي هلاحظ انها بيجي 15. اذا ده كان 3 في 5، عملت السكيل فاكتور بتاعي ب 3، ضرب كل بعد من الابعاد بتاعتي في 3. طب هبدا اقيس هنا، والله ده بيجي 1.5 وده بيجي 2.5 لاني عملت السكيل فاكتور بتاعي بنص. طب انا هبدا اعمل ريكتانجل تاني، ادي الريكتانجل بتاعي اهو. وبعد كده ابدا اقول له اس سي انتر، انا عايز اعمل سكيل، وادي العنصر بتاعي وادي البيز بوينت بتاعتي اهي. بيقول لي بقول له لا انا عايز ابدا اعمل كوبي، انا عايز ابدا اعمل كوبي. هلاحظ انه السورس بتاعي او العنصر الاساسي بتاعي ثابت. ممكن اعمل والله السكيل بتاعي كده عشوائي بالمؤشر، او ممكن ابدا ادخل سكيل فاكتور. فانا هبدا امسح ده وهقول له اس سي انتر، ادي العنصر بتاعي وادي البيز بوينت بتاعتي. انا عايز سي انتر كوبي، وعايز السكيل فاكتور بتاعي يبقى 2، عايز السكيل فاكتور بتاعي يبقى 2. لو لاحظت انه ده العنصر بعد التكبير وده العنصر قبل التكبير، ولو انت ملاحظ انه العنصر بيجي الضعف زي ما احنا شايفين. تمام. طيب ممكن اعمل برضو نفس النظام، معايا دايره اهي، وهقول له اس سي انتر، والله ادي العنصر بتاعي واقول له انتر، وادي البيز بوينت بتاعتي اهي. بيقول لي انت عايز منها كوبي، اقول له انا عايز كوبي واقول له انتر. طب عايز تكبر الدايره بمقدار كام، والله انا عايز اكبر الدايره 5 واقول له انتر. لو لاحظت لو جبت الخصائص بتاعت الدايره دي والخصائص بتاعت الدايره دي، هلاحظ انه الريديوس او نصف القطر بتاع الدايره الصغيره اقل، او قطر الدايره الكبيره 5 مرات قطر الدايره الصغيره، هقول له بي ار انتر. هلاحظ انه الريديوس بتاعي هنا 1.40، اما لو جيت عملت سيلكت على الدايره الصغيره وشلت السيلكشن من الدايره الكبيره، انا هبدا ادوس شيفت وهعمل والنافذه كده على الدايره الكبيره عشان يبدا يشيلها لي من السيلكشن. هلاحظ انه الريديوس بتاعي 8 وكسر،
والرادس بتاع الدايره الكبيره 5 اضعاف الرادياس الصغير. طيب تمام، انا هفرض ان معايا ريكتانجل كده بالمنظر ده، ومعايا دايره اهي كمان، وكمان دايره اهي، وادي كمان ريكتانجل تاني اهو، وادي ريكتانجل تاني اهو، وتمام. ومعايا مثلا خط بالمنظر اللي احنا شايفينه اهو. والله دلوقتي انا عاوز ابدا اعمل اكبر العناصر بتاعتي دي بنفس المقدار بتاع الخط ده، انا عايز ابدا اكبر العناصر بتاعتي بنفس مقدار الخط ده، فانا هقول له اس سي انتر، فين الاوبجكتس بتوعك ادهم، واقول له انتر، البيز بوينت بتاعتك فين، هقول له ادي البيز بوينت بتاعتي، ادي البيز بوينت بتاعتي. انا مش هبدا اعمل ريفرنس دلوقتي، انا مش هعمل ابدا كوبي دلوقتي، انا هقول له ار انتر، يعني انا عاوز ريفرنس. بيقول لي سبيسيفاي الريفرنس لينس، يعني فين الطول اللي انت، فين المرجع بتاعك، اقول له ادي المرجع بتاعي اهو. بعد كده بيقول لي انت عايز الطول الجديد كام. والله انا لو عارف طول الخط ده ممكن اقول له والله انا عايز اكتب الطول الجديد، بس انا مش عارف، فانا هقول له بي انتر. بيقول لي فين البوينت بتوعك، اقول له والله النقطه دي والنقطه دي. والاحظ كده انه عمل لي سكيل للشكل بتاعي كله بنفس الطول بتاع الخط ده. يعني انا لو جيت عملت دلوقتي دايمنشن وانتر على الخط ده، هلاحظ انه ده 1166 31، ولو جيت عملت برضو على الخط ده هلاحظ انه 1166 31. تمام. طب انا ممكن والله يكون معايا خط بالمنظر ده. طب انا عايز ابدا دلوقتي اصغر، انا عايز الطول او عايز الخط ده يكون طوله 100، انا عايز الخط ده دلوقتي يكون طوله 100، فانا اعمل اس سي انتر وادي الاوبجكتس بتوعي واقول له انتر، فين البيز بوينت، ادي البيز بوينت. انا عايز بعد كده اعمل ريفرنس انتر، وعايز والله ده المرجع بتاعي. بيقول لي هل انت معك بوينتس ولا ممكن تدخل الطول، لا انا عايز والله طول الخط بتاعي يكون 100، واقول له انتر. الاحظ انه خلاص صغر لي الشكل بتاعي وخلى لي طول الخط 100. طب لاحظ انه انا دلوقتي بعمل زوم، يعني دلوقتي انت هتحس انه الشكل بتاعك ما تغيرش، لا اللي بيتغير معاك هو الزوم او مجال الرؤيه بتاعتك، اما الاشكال والعناصر الاطوال بتاعتها بتتغير. يعني انا لما كنت قايس طول الضلع ده كان 1166 وكسر، لو جيت اقيس طول الضلع بتاعي دلوقتي هلاحظ انه بيجي 100 بس، وهو البعد اللي انا كنت مدخله للجهاز. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه سكيل، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.